الموعد الأسبوعي مع بينام. في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة؟ أسمع أنا الجوع عمل فيا، في بالك نسخالك أسمى العثماني في لحظة ما؟ شبيك توا شبيك كنت راقدة؟ في بالك يا كليب العام هذا باش نصوموا 9 سوايع؟ ليه ما يقلقش أنت ماك عامل له صوم رمضان بطبيعتك تقوم الأربعة نتاع العشية تصوم درجين وبعد طق 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 تكملها الطاولة كل وحدك. يا أخي أنت تسيمة يا عجبكش زاد شنو أنت تسيمة باهي يا أخي أنت تسيم علاش عامل باب بيتك لوح بالجرايد؟ هذيك تقاليد يا ولدي باب لوح ما يعديش بطبيعته علاش جريدة؟ هذيك تقاليد كي الزلاب يا والمخارق فما زاد الجرايد على الباب. سامحني فريق أنا غلطت معك سامحني يا خويا. كلية برا رمضان قرب لازمنا نبداو نخمو في المصروف. بالنسبة رمضان بتاع السنة سامحني ساعة نخدمك. فريق رمضان السنة نعملو بلاي باك فن. بلاي باك فوازير بلاي باك شنو؟ والله بالحق بلاي باك مو نحنا معناش في مثلا ماكلة معناش فلوس نحركو فيهم نكاو. استغفر الله العظيم يا رب والمساك خويا أنا شناكل في المساك. هاي تمسك قدرك اللي نطيح حولك نحنا عندنا فلوس باش نمشيو المكازا ونقضيو وشاريو. يزي يا أخي تسيم شمن هذي. تو جدك جديدة أنا نسيم وندوش مرتين أنا في رمضان. عليه يا خويا ندوش مرتين لاباس؟ شنو هي الواد خاطر النظافة من الإيمان؟ لا سامحني كي تدوش مرتين في النهار تولي إيمان. يا ولدي رجلة قلت له سخ رجلة. رجلة حروشية. كليب أول حاجة لازم نعملها. أول حاجة نعملها فرر تنحي الفيسبوك. عليه؟ بيان سور فيسبوك تاكي فطر خويا الغالي. عندك ليز دامي عبارة المنيو نتاع ريستوران الحاج كل معايا البنوت يا مواطن. انا عندي بنوت على الفيسبوك يا ولدي اكبر واحدة مسطورة لابسة بوني كهو كي خويتي راهو هذا نعرفك نوض انا ميزي بلا كذب يا ولدي راك مفترس يا ماما اسمع هكا مرمضن ومحشش وما غير ما تعملهم لي اتونسيون بديت دخلت في الكذب انت من قبل رمضان توانا نحشش بيان سور انت تستعمل فيه هذاك تكنيك مع البنوت زعما قالك منها وكذا انا جي كوني سيستيم نو انا نحشش في وسط العام خاطر تبيتني جيعان نقعد انا جيعان هذاك علي تركب لي انا نحشش عليك معناها انت مستانس بالماكله وتتوحش الماكله انت تاكل مره في الجمعه وحلوى حرامش ومش تركبها لي انت تسيمه اسمعني كلي براهو البارفان والدونتي فريسي فطر حطها في مخ انا زوز ما عنديش معناها ما عنديش حق نصوم ما يحقش عليا رمضان اسمعني راهو حتى كي تشوف طفله في الكياس ما لازمكش تغزر لها راهو لازم تهبط عينيك سي نو طفل باهي اول حاجه فرير الماريول فيليب بلان ذا المذرح راهو يفطر اكثر ثانيا انا بطبيعتي الغزره الاولى عندي الحق فيها الثانيه هي الممنوعه عادي يعني فهمت بلا كذاب انت من الغزره الاولى تعرفها وين تسكن وش تخدم وعندها عرق لا سي ولا ما عادش تكذب عليا كلية واه يا دقله صحيح المفتي باش يطلع بدا عين المناظر هذوما خلينا نشوف غدوه رمضان ولا ايه ولم يثبت لديها رؤيه هلال شهر رمضان ليه اي اي ليه اش فهم ايه نمشيو وين نمشيو نبرفوا على السحور عندهم بوزه بنينه وكذا يا مواطن بدي رمضان بعد غدوه ماشي كل يبتو نورمال في مصر زل عنا نهار بروموسيون فطار تيا ينبع نهار بروموسيون فطار ولا لا تحشم مقبلة جيبه لي الإمام الأزهر تو هاي بشو بليونير قوم قوم قوم